السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ عامل ايه؟ الحمد لله، بارك جزاك الله الله فيك، عافاك. بارك الله فيك يا عبد عمر. ممكن شيخ يكتب بالقلم المصحف، بالقلم قصدي الجاف في المصحف؟ لا، حافظ على المصحف الله يحفظك. بس ده مصحف تعليمي، يعني بتعلم من هو مصحف واحد بس، فممكن اكتب بيه الوان يعني؟ والله انا لا احب ان يمتهن كتاب ربي. شكرا.